اسئله رقم 4 هنبدا نتكلم عن اوبيود فارماكوكاينتيك. طبعا احنا مش هنجيب كل حاجه في الفارماكوكاينتيك، بس اللي يهمني بعض الحاجات الجديده. الابزوربشن بتاعنا يعتمد على الرؤيه اللي هو روت اوف ادمنستريشن، لان مش كلهم بيتاخدوا اي في، في اشكال كتير جدا واحنا شغالين هحكي لك عنها. قلت لك بايو افيلابيلتي ممكن تبقى من اول 100% وتنزل تحت حسب الروت. لو انت خدت حاجه اورال مثلا، المورفين مثلا عنده فيرست باس افكت حوالي 70% بيتكسر في جي تي، وبالتالي البايو افيلابيلتي بتاعته بيبقى 30% لو بتاخد اورال. الديستريبيوشن الكلام اللي احنا خدناه زمان في الرسمه، عشان انت تعمل ترانسبورت لازم تكون انت فري مش باوند تو بلازما بروتين، تكون انت نون ايونايز مش ايونايز زي ما انت شايف كده، تكون انت ليبل سوليبل عشان تعرف تعدي مركبات كتير بتبقى ووتر وليبل، بس حسب مين اكتر من مين. طيب لقينا بقى حاجه غريبه جدا، واحنا ماشيين في البلازما يبدا بعض التيشو زي اللنج على سبيل المثال، وده حقيقي فعلا، تاخد كميه من الاوبيويد بتاعتها وتركنها حرفيا عندها في السيلز، ما استخدمهاش، مجرد بس ان خدناها وركناها على جنب. بدانا سيدي نعمل اليمينيشن وريديستريبيوشن وناخد الاوبيويد من التيشو بتاعتنا زي البرين وغيرها وناخدها على الدم تاني، وعشان كده الافكت بدا يخلص واحده واحده. بنعدي على كيدني وليفر عشان نعمل اليمينيشن، يعني بلازم الليفر المفروض انه بيقع، واذ فجاه زي ما انت شايف الكيرف كده بعد وقت معين لقينا بلازم الليفر يرجع تاني. شوف الكيرف بيقول لك ايه، التايم مع البلازما كونسنتريشن. انا كنت واخد الدواء ده نون اي في، وعشان كده احنا في الاول كنا بادئين بكونسنتريشن قليل، مع التايم بدانا نعلى، اما الاي في انت بتبدا باعلى كونسنتريشن. فاكر الكيرف بتاع الاي في، كنت ببدا من اول هنا وبعدين ابدا انزل. المهم يا سيدي وصلنا للبيك دي، وبعد شويه المفروض ان البلازما كونسنتريشن هيقع ونكمل في الكيرف بتاعنا، الا ان احنا لاحظنا مع الاوبيود حاجه مختلفه شويه، بدانا نطلع بيك تاني، دخلنا في حاجه اسمها سكند بيك. ليه؟ بعد ما كنت انت بتنزل كبلازما كونسنتريشن بدات تطلع، عشان ظاهره بتيجي في الام سي كيو اسمها فيرست باس، اياك تقول فيرست باس افكت، لا فيرست باس ابتيك حضرتك، يعني مع اللفه الاولى على بعض الاورجان زي اللنج حصل شويه ابتيك، بعد شويه حصل لهم ريليس في البلازما فمعلوا لك البلازما ليفل ودخلنا بيك تاني، وبعد كده كملنا القصه بتاع الاليمينيشن. اشهر الامثله على كده اللنج اهيت، وحاجه خاصه بالفنتانيل، واحنا ماشيين يا عم الفنتانيل بالبلازما واحنا متاخدين اي في، شويه دخلوا في الجاستريك سيلز او جوس واتعانوا، يعني اتشالوا زي ما هم، وبعد فتره بدانا نريليز الفنتانيل تاني في البلازما وبدا يشتغل بعد كام ساعه. وده اللي يخليك يقول لك خلي بالك من الفنتانيل بالذات عشان الظاهره دي. هتقول لي اللي خلاه يدخل على جي تي لانه كان متاخد اورال، لا ده اتاخد من البلازما. الظاهره ديت بيسموها ابتيك حصل مع اول مرور على الاورجان ده. اللنج تعمل كده مع الكل، بالاضافه الى ذلك الاستومك مع الفنتانيل، فيسموها فيرست باس ابتيك، هي ده اللي يعملك سكند بيك. ده حاجه خاصه بالاوبيويد. تلخيص للتكست بوكس كتير اتقدمت له بوصفه سحريه على طبق من ذهب ساعدته ينجز. لما نروح بقى للصيد رقم 5، والصيد دي بتبقى صعبه على اغلب الناس لكن بالنسبه لك بتبقى سهله جدا. بصراحه احنا مش هناخد بس فيها الميكانيزم اوف اكشن، عشان نفهم الميكانيزم اوف اكشن انت لازم تبقى عندك فكره على البين باس واي. ايه ده فيسيولوجي صرف. طبعا مهم جدا في السي ان اس والبين والبين كنترول. اوبا ده كده الموضوع هيبقى كبير، ولا كبير ولا حاجه، انا جايب لك النقط المهمه اللي تخلص لك الموضوع كله على بعضه. تعال نشيل اغلب الكلام ونخلي السلايد اغلبها رسم، وهبدا اكلمك على البين باس واي. انا في عالم السنسوري نيرفوس سيستم قلت لك يا جماعه اي سنسيشن في الدنيا بيتنقل من مكان ما، وليكن ايد رجل ايا كان، عباره عن ثلاث سلوك كهرباء، سلك الاولاني سلك ثاني وبعدين يجي السلك الثالث، حرفيا الكلام ده صح. فقمنا قلنا بما انهم مترتبين بالترتيب ده فقلنا عليها ده الفيرست في الترتيب، فيرست اوردر نيرون، وده السكند وده الثيرد، وقمت تطلق قواعد لكل واحد وما اجمل النظام. قلت لك فيرست اوردر نيرون، راس الخليه بتاعتنا بتبقى بره كده، ده الريسبتور اللي بتاخد السنسيشن اللي هتنقله، ايا كان السنسيشن ده اسمه بين او تمبريتشر او حاجه ارقى منهم زي الفاين تاتش وفايبريشن والبروبروسيبشن، او حاجه اقل منهم زي الكروت تاتش والاتشنج والتيكلينج والكلام ده كله. اي سنسيشن في الدنيا بيمشي في الترتيب ده. فيرست اوردر نيرون بيبقى الهيد اوف ذا سيل بره السي ان اس، سميناها دورسال روت جانجليون. ليه؟ لان كل سنسيشن بيدخل على السباينال كورد من الدورسال روت، وده يا سيدي الدورسال بارت، اما الانتيرو بارت ده مكان خروج الموتور حضرتك اللي راح لسكريتر مصر. خلينا نقول السياد دي مع بعض عشان يبقى الامور واضحه جدا. يبقى اذا فيرست اوردر نيرون هو ده الدي ار جي دورسال روت جانجليون، وانا جانجليون يعني نيرف سيل او سادس سي ان اس، اما نيوكلس يعني انسايد سي ان اس.
لان هي فعلا بتبقى بره سي ان اس. حلو. سكند وورد نيرون القاعده بتاعته ان الهيد سيلز ديت موجوده جوه سي ان اس، ان احنا موجوده جوه السباينال كورد اهو. اوكي جميل. القاعده بتاعته ان دايما ده بيعمل كروسنج تو ذا اذر سايد. الكروسنج ده مكانه فين والليفل فين، ده هيفرق حسب السنسيشن اللي انت بتتكلم عليه. طب انا هنا بتكلم على بين سنسيشن، مش ارقى حاجه في السنسيشن يا شباب، ممكن نقول عليه ده المودريت تايب اوف سنسيشن. طب البين والتمبريتشر الاثنين دول ينطبق عليهم نفس الكلام. اول ما السكند اوردر نيرون اللي هو ثاني نيرون في السلسله الجميله ديت ياخد من اول نيرون بتاعنا يقوم يكروس تو ذا سايد على طول. يعني لو كان البين جاي من الناحيه اليمين يجي يا سيدي السكند اوردر نيرون هوب يقوم يروح على الناحيه الشمال ويطلع في السبانال كورد على الناحيه الشمال. الكروسنج في البين والتمبريتشر بيحصل في السبانال كورد. حلو. نسمي سكند اوردر نيرون ايه؟ ده عباره عن سيل واقفه في البوستيرير هورن اوف السبانال كورد. ليه بيقولوا عليه هورن؟ انا فعلا عامل ده حرف الاتش، ده الانتيرير هورن وده البوستيرير هورن، فنقول عليه بي اتش سي يعني بوستيرير هورن سيلز. بعض الناس يقول عليه دورسال هورن سيلز، مش مشكله انت فاهم، اللي ده ما قال لك هورن يبقى انت جوه سي ان اس، اما لو قال لك روت جانجلون يبقى انت بره سي ان اس، فما تلخبطش فيهم في الام سي كيو. لما تقول لي بوستيرير هورن سيلز ده كلام عام لكل السنسيشن بصراحه، يعني ده نفس اسم السكند اوردر النيرون بتاع البين والتمبريتشر والفاين تاتش، انا عايز حاجه سبيسيفيك للبين. صح، حلو قوي. فقالوا لنا بالنسبه للبين احنا موجودين هنا في طبقات معينه، دول ست طبقات مش هوجع راسك بيهم حسب نوع البين، لان البين كان فيه اكيوت بين وكرونيك بين، كان فيه حاجه اسمها نيو وبيليو، الكلام ده مش محتاجينه دلوقتي. المهم المنطقه ديت اللي هي تمثل البوستيرير هورن سيلز للبين هنسميها اسم مميز للبين سنسيشن، هنسميها اس جي ار. اختصار ايه الاس جي ار؟ سبستنشال جيلاتينوزا اوف رولاندي، اللي اكتشفها كان عمنا رولاندي المنطقه دي، اول ما شافها حس ان هي عامله زي الجيلي كده فقال عليها جيلاتينوزا وسبستنشال يعني اريا، فقالوا عليها خلاص اس جي ار، ترمز للبوستيريو هورن سيلز بتاع البين، يعني ترمز للسكن اوردن روم بتاع البين. خلي بالك الاسماء دي مهمه جدا سواء دورسال روت جانجل او اس جي ار، لان ده كلامنا عليهم في موضوع البيوت اصلا. حلو. عم البين السكند اوردر نيرون بتاعك اللي هو الاس جي ار، النيرف ده قام عدى الناحيه الثانيه وطلع في السباينال كورد، وانت طالع في السباينال كورد انت رايح للثيرد اوردر نيرون. مين بقى حطيت لك قاعده ان دايما الثيرد اوردر نيرون هي السانماس؟ اشمعنى؟ لان السانماس دي بوابه السنسيشن للكورتكس، يعني ما ينفعش تاخد السنسيشن كده وتروح بيه على السنسر كورتكس على طول، لازم تعدي على السانماس الجميله دي اللي هي واقفه هنا هي حبيبي، وهي اللي تاخد السنسيشن ده ايا كان نوعه، واحنا هنا بنتكلم على بين، وتروح على السنسر كورتكس وبعد كده نفهم ان ده بين. حلو قوي. يبقى اذا اصبحت مسلمات فيرست اوردر نيرون دايما هو الدي ار جي، سكند اوردر نيرون بالنسبه للبين هو اس جي ار وبيعمل كروسنج على طول، الثيرد اوردر نيرون هو السانماس وبيروح للسنسر كورتكس. بيجي لك جمله في الام سي كيو بقى، واحنا طالعين التراكت ده اسمه ايه؟ يعني السكند اوردر نيرون وهو رايح للثيرد اوردر نيرون. بص يا جماعه ده مشوار ما بين السبانال كورد الى السانماس فنسميه سباينو سيراميك تراكت. حلو. طب انا عندي ثلاثه سباينو سيراميك تراكت، عندك كميه فايبر طالعه اسمها اسندنج فايبر في السباينال كورد طالعه في الجزء الامامي يعني عامله فينترال كولن، وفي فايبر طالعه في الجزء الخلفي دورسال كولن، وفي فايبر طالعه في الجزء اللاترال ده طالعه يعني ايه؟ يعني ماشيه كده وطالعه لفوق از لاترال سايد. فعشان يميزوا كل مجموعه من الفايبر اللي شايله مجموعات مختلفه من سنسيشن قالوا لازم انت تقول لي هل انت فينترال ولا لاترال ولا بوستيريو. يبدو من الرسمه كده انا عاملينها بين وتمبريتشر يا سيدي خدوا اللاترال اسبانو سيراميك تراكت. كده انا بقول لك كل جمل الام سي كيو اللي ممكن تتعرض لها في البين باسواي. حلو قوي. فاكر التقاء الفيرست اوردر نيرون بسكند اوردر نيرون الدي ار جي بوستيريو هورن سيلز او الاس جي ار؟ الماده كانت بتطلع بقى من النيرف ده وتعمل اكزايتيشن لسكند اوردر نيرون بنسميها ماده البين، فقاموا سموها سبستانس اوف بين اس بي. طبعا ام سي كيو بغزاره، اصلا الاوبيود هتشتغل هنا. البين كنترول جوه جسمك بقى له ميكانيزمات كتيره جدا، وما اقول لك جوه جسمك يبقى الشغل على الاوبيات اللي ربنا خلقك بيها. الاوبيات دول بيعملوا ايه؟ كان قصص وحكايات اختصارها يا اما يشتغلوا على مستوى السباينال كورد يا اما يشتغلوا على مستوى اكبر من السباينال كورد فوق، يعني حتى بيسموه سوبرا سباينال. الفكره ان كان بتطلع الاوبيات دول وهدفهم في الاخر دايما ان هم يوقفوا الكونكشن دي ما بين الفيرس والسكند اوردر نيرون، يعني يوقفوا البين ترانسبورت. تخيل، يعني هو مش هيروح يشيل سبب الالم، هو ملوش دعوه بسبب الالم، انت اللي حضرتك شلت سبب الالم. يعني هدفنا من الاخر ان الحكايه دي ما تحصلش، النقله دي. وسبحان الله احنا كاوبيويد هنقلدهم، هنحاول نقلد حته صغيره من بديع صنع ربنا فينا. لا اما اقول للدورسال روت جانجلا لو سمحتي ما تطلعيش السبستانس بي بتاعتك، او
اروح على البوسيلو هير سيلز او الاس جي ار واقول لها لو سمحتي ما تستجيبيش للسبستنس بي اللي هتطلع لك من الدرس الروت جانجل، يعني يا اما انهبت ده او انهبت ده. احنا كده بنلعب على البوابه، فبيسموها حتى كلمه جيت ثيوري، البوابه بتاع البين، مدخل البين يعني لجسمنا. ده اللي هتعمله الاوبيويد بالظبط. هتلاقيها احيانا اشتغلت فوق المستوى السبينال كورد وسميناها سوبرا سبينال اكزايتيشن. اكزايتيشن لايه؟ اكزايتيشن لاوبيويد ريسبتور موجوده في منطقه معينه عارفينها ومشهوره جدا بالنسبه لنا، اسمها بيري ايكوداكتال جري اريا. اتكلمنا عنها كتير. الايكوداكت اوف سيلفس اللي هي كانت احد الباسورد بتاع السي اس اف، حواليها جري اريا مليانه اوبيويد ريسبتور كتير جدا. تروح الاوبيويد بتاعتنا تعمل لها اكزايتيشن وستيميليشن. لما نعمل ستيميليشن تطلع الاوبييت بتاع جسمك، يعني الاوبيويد ممكن تستعين بالاوبييت بتاع جسمك. اه طبعا، لان الهدف واحد. هذه الاوبييت لما تطلع تروح تنزل تحت على الباسورد اللي انا حكيت لك عليه وتوقف البين ترانسبورت زي ما احنا حكينا. طب دي كده ميكانيزم عامل اوبيويد. قول لي ميكانيزم تاني. الميكانيزم التاني بقى لا، مش فوق السبانال كورد، هتنزل على السبانال كورد نفسه. هتشتغل فين؟ لا اما على الفيرست اوردر نيرون اللي هو الدورس روت جانجلا، او على السكند اوردر نيرون اللي هو الاس جي ار. تعال نشوف الناحيه ديت من السلايد. لقينا ان حاجه زي الكوب والادنوس بتاعهم بيشتغلوا على البريسيناب اللي هو الفيرست اوردر نيرون، ما احنا هنعتبره بريسيناب بالنسبه للسكند اوردر نيرون اللي هو الدورس روت جانجلا. كانوا بيعملوا ايه؟ عشان تطلع الماده دي اسمها سبستانس بي، كان لازم يدخل الكالسيوم هنا ويعمل اكزوسايتوزس ويطلعها، صح؟ كل شغل الاجنس بتاع الكوب يروح يقفل لك الكالسيوم شانل، يقفل الفولتج جات الكالسيوم شانل، فبقاش في اكزوسايتوزس، ما يطلعش سبستانس بي. حلو قوي. اما الجماعه اللي بيشتغلوا على الدوب والموب بيروحوا بقى بيشتغلوا على الاس جي ار اللي هو سكند اوردر نيرون، يقولوا له ما تستجيبش لو سمحت للسبستانس بي لو طلعت. يعملوها ازاي؟ خدناها كتير في الجنرال. بيشتغلوا على جي ريسبتور، اي نوع من الجي؟ جي اي ريسبتور اللي هو انهبيتور، اللي هو كان الالفا سب يونت بتاعتهم ان هي كانت اي، تروح تعمل انهبيشن لانزيم مهم جدا اسمه ادناي سايكليز، فيقل السايكليك ام بي فما يعرفش يستجيب لسبستانس بي. بيعملوا حاجه ثانيه، اه بيفتح البوتاسيوم شانل، وانا قلت لك عليها كتير قوي. من يفتح البوتاسيوم يبدا البوتاسيوم يطلع لبره، يبدا النيجاتيف جوه السيل دي يزيد، ففي الاخر سواء اوبننج اوف بوتاسيوم او انهبيشن اوف سايكليك ام بي، انت عملت هايبر بولاريزيشن في السيل دي، يعني الاس جي ار حضرتك مش هتستجيب حتى لو طلع لها سبستانس بي. يعني من الاخر زي ما قلت لك، سواء كوب او دوب او موب، سواء انت اشتغلت على فيرست اوردر نيرون او سكند اوردر نيرون، انت عملت ايه؟ قللت البين ترانسبورت. ده اللي انا كتبته لك هنا في السلايد دي، ميكانيزم اوف اكشن. بعد ما تفهم الباس واي والكنترول اوف بين، هتلاقي ان هو مره عملوا اكزايتيشن فوق السبينال كورد، عملوا اكزايتيشن للبيد ريسبتور في البريكودات الجري اريا، ده طلعت لك اوبيت بتاع الجسم اللي هي راحت في الاخر عملت لك نو بين ترانسبورت، او نزلوا تحت على مستوى السبينال كورد عملوا انهبيشن لاما البري سينابتيك دوسر جانجلون او البوست سينابتيك اس جي ار. هنا الاجنوس بتاع الكوب، هنا الاجنوس بتاع الدب والموب، يعني في تخصص في طريقه الشغل. اه طبعا. وفي الاخر حصل نفس الكلام، عملنا نو بين ترانسبورت. ادي يا سيدي الميكانيزم اوف اكشن.